هنتكلم هالقيت عن الارترز لل الهيت قد ايه. عندنا هنا كمان كارتد ارتري انترنال كارتد ارتري، بنلاحظ ان ما له اي برانش. اكسترنال كارتد ارتري البرانش بتاعونه سوبيرو ثايرود ارتري اسندنج فارينجيال لينجوال فيشيال، وهي بيمشي هنا للسب مانديبولار جلاند، وهنا بيطلع الفيشيال عندنا بنرجع له. هنا اسندنج بلاتاين ارتري، هنا الاوكسيبيتال، هنا بوسيرو اوركيولار ارتري، بينتهي عند الماكسيلاري، هذا هو الماكسيلاري، وسوبرفيشال تمبورال ارتري، هذا ترانزفيرس فيشيال ارتري. هنا عندنا الافرع الفيشيال، عندنا مارجينال ارتري، عندنا هنا منتال، هو مش فرع من الفيشيال، عندنا هنا الانفيرو ليبيال ارتري، سوبيرو ليبيال ارتري، هذا هو لاترال نازل، تنتهي بالانجولار، سوبرا تروكلير ارتري، سوبرا اوربيتال ارتري، انفرا اوربيتال ارتري. ندخل هاي الى جوا. عندنا هنا انتيرو سباينال ارتري، تو فيرتبرال ارتري، بيطلع هنا بصيروا انتيرو سيربيلر ارتري، اتحدوا مع بعض بصير عندنا البازيلر ارتري. اول ما يطلع من هنا انتيرو انتيرو سيربيلر، هذا لابرنثاين ارتري، بنلاحظ انه بيمشي هنا للانتنا اكوستيك مايتاس، هنا البازيلر برانشز، هنا سوبيرو سيربيلر ارتري، هنا بصير بوستيريور سيربرال، بوستيريور سيربرال ارتري. طيب اذا هنا بصير سيربرال ارتري، وهنا هذا اللي هو الانترنال كاروتيد، هذا هو تكمله لإله، هذا ميدل سيربرال ارتري. هنلاحظ انه بيناتهم التنتين في هاي البرانش الصغير، هذا وصلنا بين الميدل والبوستيريور سيربرال ارتريز، اسمه بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. اتمنى تكون الامور واضحه. هنا عندنا البرانش الصغير من الانترنال كاروتيد انتيرو سيربرال ارتري، انتيرو سيربرال ارتري بيناتهم انتيرو كوميونيكيتنج ارتري. هنا عندنا الاوبتيك نير، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراك، هنا الترايجيمينال جانجليون وافراحها الثلاثه، هنا عندنا الفيستيبيو كوكليا، هنا ممكن نحكي انه في عندنا العصب التاسع والعاشر وال11، هنا العصب هاي بجلوس النير 12، هذا هو بالنسبه للساينس الموجوده عندنا، سوبيرو بترونال ساينس، ترانزفيرس ساينس، انفيرو سجدر ساينس، سيجمويد ساينس، انفيرو بتروتال ساينس، هنا سوبيريور ساجيتال ساينس. شكرا.